رغم فوزي بنتيجة عريضة اليوم، يبدو أن وضعية شباب بتنا قد تعقدت ووضع قدما في قسم الثاني هوات، لأن مصير هذا الأخير لم يعد بيده. الهدف الأول جاء في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب حاج عيسى الذي استغل تهاون دفاع مولودية العلم. الزوار تمكنوا في وقت بدل الضائع من معادلة النتيجة بعدما استفادوا من ضربة جزاء حولها اللاعب الوفي إلى هدف. المرحلة الثانية وفي الدقيقة 66 محيوز لاعب الشباب يضيف الهدف الثاني بعد عمل هجومي منسق. نفس اللاعب محيوز يتمكن من مخادعة الجميع بما فيهم المصور ويسجل الهدف الثالث. ثم هدف رابع دائما لمتألق محيوز الذي أسكن الكرة شباك شلالي، حدث ذلك في الدقيقة 88. وقبل نهاية المباراة النصري في عمل هجومي، فردي يقدم كرة على طبق للجبري الذي يقلص الفرق. 4 أهداف مقابل هدفين كانت نتيجة المباراة النهائية.